السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله عالم السد والذمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد كاشف الغمة، وعلى آله وصحبه ذوي العزم والحمة. وبعد، سعادة الأساتذة والحضار الكرام وسماعي العظام، في هذه الحفلة المزدانة أنا باهتمام بالغ حول الكلام عن موضوع معين وسائل التواصل الاجتماعي متاهة الزلات. أولا نحمد الله ذا الجلال الذي أعطاني هذا المجال، الحمد لله على كر الأيام ومر الليال. إخواني في الله، إن الإنسان مدني لا حياة له بانفراد، بل حياته بمجتمع وتواصل واتحاد. وقد أتاحت تقنية الحديثة وثورة اتصالات المعاصرة المنبعثة أن مات من التواصل تواصل لم يكن للناس بها عهد ولم يكن للناس بها معرفة، فكعفوا في اشتغال بها أزمانا مصرفة، فلحقت بها حسب استعمال العالم النماذج من التقنيات الطريفة. تباسل لا يحده زمانا ولا مكانا، تباسل لا يمنع عنه شيوخ والسبيان، تباسل كان واسع الانتشار، استوعب العالم بأسره شرقه وغربه صغيره وكبيره أنثاه وذكره. تباسل شملت كل الوجوه من محادات صوتية ومرئية وشبكات بشتى صوره. تباسل صارحوا جزءا من حياتهم اليومية، تباسل كان عظيم التأثير في الأحوال العادية. أحبائي، فكثير منهم ابتلي باللعن اللتيان والإلهاد، وكثير منهم ابتلي باللغو والإرهاب والظلم والاستبداد، وكثير منهم ابتلي بالعصبية والحزبية التي تحتاج الاتحاد، وكثير منهم ابتلي بالخيانة والفساد، وكثير منهم ابتلي بالكتابة في الوسائل عما لا يعلم بنانه. ماذا يكتب الانتقاد؟ هيا نتقبل قول الإمام الشافعي رحمه الله: فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وسائل التواصل الاجتماعي متاهة الزلات، لأنها تحجب عن عبادة المؤمن خلافا لقول الرحمن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن كل حركاته وسكناته تحق أن تكون عبادة، وإنها تمنع عن أن تكون قربات الله المتحمدة. وسائل التواصل الاجتماعي متاهة الزلات، لأنها تمكن لمستعمليها مكانة للانهماك في أمر العام بدون حاجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثمر ويبلا هو رجل تافه في أمر العادة. وسائل التواصل الاجتماعي متاهة الزلات، لأن منها شبكات توصل إلى فوات المال والوقت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة، فعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها حتى يسأل عن عمره فيما أفنه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أحبائي في الله، وسائل التواصل الاجتماعي متاهة الزلات، لأن منها شبكات توصل إلى فوات المال والوقت، لإضاعة الأوقات، لأن من الواجب علينا استعمال الأوقات في أمور ذات اهتمامات. ولله در القائل، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. وسائل التواصل الاجتماعي متاهة الزلات، لأن الإحصائيات الناشرة من الجزيرة تعلن أن 84 مليارات شخص يستخدمون وسائل التواصل، ويستخدمون بدون غرض ولا مرامة وبدون أهداف جسامة. كم من مطفئ نوره الحياة بماء شؤون منها، وكم من مقلب القلوب من استعمالها، وكم من مسرف من
من استخدامها. ففضلكة الملقى إليكم وسائل تباسل الاجتماعي متاهة زلات محطة الخطيئات، فعلينا الاجتناب عنها وعن سيئات. وفقنا الله لمزيد من استعمال الأوقات والمجلات، والله ذو الجلال وعليه التوكل والاتكال، ولعل المزيد مني عليكم بالإملال ولا أريد أن أطيل. وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.